مرة أخرى أعزائي المشاهدين، والوسطية في الإسلام، وهل الوسطية كلمة حديثة بنسمعها في العصور الحديثة فقط، ولا الوسطية ذكرت في القرآن أو في الأحاديث؟ ووضع المسلمين في أمريكا، وهل وعملية الخلط الغير مفهومة ما بين الدين والسياسة وأشياء أخرى كثيرة سنتطرق لها مع ضيفنا الكريم الدكتور أكرم كساب. أهلا وسهلا دكتور. حياكم الله محمد، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم، بارك الله فيك. أشكرك على تشريفك لنا، وإن شاء الله يعني يكون دائما باستمرار. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يكللها بالإخلاص والتوفيق. ربنا إن شاء الله. هنخش في الموضوع على طول. نعم. يعني ما هي وسطية؟ الوسطية في العموم والوسطية في الإسلام خاصة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، ثم أما بعد. أولا، مفهوم الوسطية هو مفهوم قديم، لكنه كمصطلح ربما يكون ناشئ. صحيح. وربما أول من أطلق هذا المصطلح هو شيخ من شيوخ الأزهر الكبار، الشيخ محمد المدني، وكتب كتابا لعله كتاب صغير لا تجاوز كف اليد. كويس. تحدث فيه عن وسطية الإسلام تحت عنوان قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن الوسطية ذكرت واضحة وصريحة في القرآن. ذكرت في القرآن، ليس بهذا، ذكرت كلفظ. كلفظ. وكلفظ بمعنى حنقول إن هي جت من أصل الكلمة، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والعجيب أن هذه الآية تقع في منتصف سورة البقرة، سورة البقرة 286 آية. هذه الآية هي الآية 143 في المنتصف تماما، وقد نزلت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهناك آيات أخرى كقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. قال أوسطهم، فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قوله سبحانه وتعالى في سورة العاديات: فوسطنا به جمع. دي الخمس مرات التي ذكرت فيها مش مصطلح الوسطية، ولكن اللفظة أو قريب جذر هذه الكلمة في القرآن الكريم. طبعا واضح وصريح طبعا. نعم. لكن المعنى الحقيقي لهذا المفهوم الذي جعله الله جل وعلا سمة بارزة لهذه الأمة، هي أمة وسط في كل شيء، في الزمان، في المكان، في الاعتقاد، في العبادات. لكن صحيح. الوسطية لها معنيان، معنى مادي ومعنى حسي. المعنى المادي هي البينية والانتصاف بين شيئين. والبعض أحيانا بيتخيل أن الوسطية بهذا المفهوم تكون وسطية مكانية أو وسطية حسية، أو بمعنى أدق وسطية حسابية، وهذا أحد المعاني. كويس. الإسلام يرتقي إلى المعنى المعنوي أيضا، فهو يأخذ المعنى الوسطي المكان الحرفي بالضبط، والمعنى المعنوي الذي لابد أن يحوز على العدل والحكمة والخيرية والأفضلية والشرف. أي شيء وسط إما كانش يحوز على الحكمة، يحوز حتى في أمور الشرع، يحوز على رفع الحرج عن الناس والتيسير، إن لم يكن فيه رفع الحرج ما تبقاش دي الوسطية. صحيح. ما يكونش ده الاعتدال، ما يكونش ده التوازن. ولهذا على سبيل المثال، أما نيجي نقول الوسطية حسابية، الاثنين وسط بين الواحد والثلاثة، والخمسة وسط بين الستة والسبعة، والعشر وسط بين الخمسة وبين الخمستاشر، طيب دي وسطية حسابية. أما نيجي نتكلم أنا في المفهوم العام، لو أسأل حضرتك ابني ابنك، ابن اي حد من الاخوه المستمعين او المشاهدين الان دلوقتي، اما اقول لك عايز ابنك يجيب كام، يجيب كام في الدرجات في اي سنه او في صف دراسي؟ أيوة. يجيب 100% ولا يجيب 50%؟ 100%. دي الوسطيه ولا ايه بالضبط؟ ولا الوسطيه 50؟ ما خدناش ال 50 ليه؟ الوسطيه هنا هي 100%، لانه حاز على الشرف والافضليه والخيريه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الأعلى من الجنة. ما خدش الوسطية ليه؟ لأن الوسطية أن يحوز على الشرف. وسط الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر الصديق، لأنه نال الدرجة العليا في هذا الإطار. إذن قضية اللي هي تبقى وسط بين وبين ليست مطلقة، وإلا ما نقول مثلا الشجاعة، الشجاعة وسط، وسط بين الجبن وبين التهور. أما نيجي نتكلم عن الصدق والكذب، فين الوسطية؟ أما فيش. لا، الوسطية هو الصدق. الصدق يعني حضرتك بتقول ان الوسطيه هي الدرجه العليا. الدرجه العليا اذا كان هناك طرفان فقط ولا وسط في المنتصف، اما اذا كان فيه 2.5 يبقى كويس. على طول. ولذلك حضرتك ان في المقدمه لما قلت ان هي ذكرت في القران ام لا، هي ذكرت بهذا المعنى ولها معاني كثيره. يعني صحيح. مثلا: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. المطلوب ايه؟ وكان بين ذلك
قواما ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. يبقى المطلوب إيه؟ تبقى في الوسط. يبقى في الوسط تمام بالضبط. دي الوسطية كويس. اللي هي المطلوبة. ده تعريف جميل ورائع للوسطية في القرآن والإسلام. طيب هل حضرتك نتكلم على المسلمين في أمريكا وخاصة المسلمين العرب؟ يعني المسلمين في أمريكا كثير من الجنسيات الأخرى، وطبعا يعني كلهم أخوة طبعا. نعم. ولكن أنا بتكلم على العرب بالذات، هل ترى وضع المسلمين في أمريكا هنا في نوع من الوسطية، ولا زي ما احنا بشايفين ده اللي احنا بنشوفه بعينينا، ان هم كل مجموعة وكل مسجد وكل مركز وكل يعني كل واحد واخد طريق قد يكون مختلف عن التاني وعنده وجهات نظر مختلفة؟ أنا أقول وبكل صراحة إن إحنا يبدو إن إحنا لما خرجنا وجينا في الغربة سواء في أمريكا أو في غير أمريكا، جئنا بمشاكلنا إلى المجتمع الذي نعيش فيه بنفس الخلافات والإشكاليات والأمور اللي هي الحادثة والواقعة في مجتمع يختلف تماما عن المجتمع الذي صحيح نعيش فيه الآن. صحيح. جئنا بنفس الخلافات وجئنا بنفس المذاهب وبنفس ده في المجمل جئنا بهذه الصورة. فحتى الخلافات التوب ولا اللحية، الجلابية طويلة ولا قصيرة، أصلي 8 أصبح موجود هنا، موجود هنا. أصلي 8 في التراويح ولا أصلي 20، أحط إيدي على السر فوق السرة ولا تحت السرة، طيب أنزل على ركبتي ولا أنزل. لا، القضية أكبر. الواقع ينبغي أن ننظر إلى الواقع الذي نعيش فيه بمنظور آخر، لأن من 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 مرتكزات الدعوة الناجحة ومن مرتكزات الوسطية لابد أن يراعي الإنسان ما يسمى بالمرتكزات. أنا لازم أشوف الأولويات، فقه الأولويات، لازم أشوف فقه الموازنات، لازم أشوف فقه الواقع، لازم أشوف فقه الحال. فقه الواقع مهم جدا، وفقه الـ 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 يعني مش الواقع بس، المهجر. ما هو يعني هو حضرتك أستاذ محمد، هو فقه الواقع، فقه المهجر ناتج من فقه الواقع. إن لم يكن عندي رؤية ونظرة ثاقبة لهذا الواقع، كيف أحكم على هذه المسألة؟ أنا أقول لحضرتك مثال. إحنا كنا بندرس، وإحنا بندرس في الفقه وبندرس في ما يسمى بالفقه المقارن في موضوع الكلب. كويس أوي. هل الكلب نجس أم لا؟ هناك رأي الجمهور قد يعني يقول بإن الكلب لعابه نجس. كويس. لكن لماذا لا أنظر إلى رؤية ثاقبة وواقعية تتماشى مع الواقع، وهو ما قال به الإمام مالك رحمة الله عليه، والذي يرى أن لعاب الكلب ليس بنجس، أن الكلب كله طاهر حتى لعابه. هذا القول لماذا يستغربه الناس؟ لماذا لا يعمل به الناس في هذا الواقع؟ لماذا الناس متحرجة لو مر في الطريق وانت طول ما انت ماشي؟ يعني قضية اصطحاب الكلاب في الطرقات وفي الشوارع ده جزء أساسي في المجتمع الغربي. طيب ماذا لو أن كلبا من الكلاب نال من ثوبي أو جاء من لعابه؟ لا، الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال بأن لعاب الكلب ليس بنجس لم يأخذ هذا الكلام يعني من عنديته. أيوة. ولم يأتي به من عفو الخاطر، وإنما هو نظر إلى القرآن الكريم فوجد أن الله تعالى يقول في سورة المائدة: وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين، الجوارح مكلبين اللي هي الكلاب. فالكلب المعلم، الكلب المعلم ده بيروح يصطاد ويرجع. هذا الكلب المعلم الذي يذهب يصطاد ويصطاد لصاحبه عندما يرسله ويسمي عليه اسم الله جل وعلا عند الإرسال، هو يحمل هذه الذبيحة في فمه. قال: إذا هذا دليل على أنه ليس بنجس. قالوا له: وماذا تفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل؟ قال: هذا أمر تعبدي، ليس دلالة. قال: أنا أغسل وأغسل 7 مرات وأغسل إحداهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس في هذا دليل على النجاسة، وإنما هذا أمر تعبدي، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعل فأفعل، لكن لا أقول بالنجاسة في هذا الحال. صحيح. في الواقع. يبقى أنا أحيانا ممكن أقول بفتوى في المشرق أو في المغرب، في بلاد المغرب، عندنا المغرب والجزائر وتونس وعندنا مصر والسودان وإلى آخره، قد تكون فتوى هنا تتغاير عن الفتوى التي في المشرق، تتغاير عن الفتوى التي هنا في الغرب الذي نعيش يعني فيه. يعني حضرتك تفتكر أن إحنا جينا من بلادنا بمشاكلنا وجينا بدأنا هنا في نوع من الحرية، فأصبح كل واحد بيعمل اللي هو يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، وبس شكلنا حتى قدام الناس الأمريكان أصبح زي ما حضرتك قلت الكلب لا 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 ويبعد عنه وبتاعه، وابتدي يبص بطريقة مش كويسة. مش عارف واحد يهودي أنا في بيني وبينه مشاكل، بس في الحقيقة من الناحية التانية أبص ألاقي اللي أنا بقول عليه ده اليهودي ده أنا بشتغل عنده وبشتغل معاه وبتعامل معاه، ففي نوع من التناقض.
يعني يعني حضرتك يمكن ذكرت لي قبل التسجيل او قبل الحلقه انه في ناس بتقول كلام غير مناسب على اليهود. ما اعتقدش ان ده في الدين، حتى انا بتكلم على اليهود يعني، مش بتكلم على اسرائيل. اسرائيل ده وضع تاني، والصهيونيه ده موضوع تاني خالص، وده مش بنتطرق له، ولكن بتكلم على الدين اليهودي او اليهوديه. دعنا نفصل في هذا فيما يتعلق بعلاقه المسلم، ما هي الوسطيه في علاقه المسلم بغيره. يعني احد العلماء الكبار لما تحدث عن الغير المسلمين، هو لم يشأ لما كتب ما كتبش الكفار، حتى هذا اللفظ استبعده وقال غير المسلمين في المجتمع المسلم، غير المسلمين. ولما تقرأ القرآن وتتأمل آيات القرآن الكريم من أوله إلى آخره، لا تجد أن الله جل وعلا نادى على الكفار، وهم كفار، لم ينادي عليهم بهذا الوصف. إيه الوصف؟ اللي هو يعني مثلا يا كفار، إلا في موضوعين اثنين بس، يا أيها الذين كفروا، ودي في سورة التحريم، وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون. وبيتخاطب مع كفار لا ملحدين، مش وثنيين، مشركين، غير يعني أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم وصف خاص، يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب. صحيح. لكن حتى لما ربنا قال في السورة المشهورة سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، شوف حضرتك تأمل النص القوس أو القوس الذي تفتح به السورة، قل يا أيها الكافرون. طب آخر الصورة بتقول إيه؟ لكم دينكم ولي دين. دي قمة التسامح. فسمى شوف الكفر لا جعله دين. صحيح. هو دين عندهم. واحد يقول لك يعني تسمي الكفر دين؟ نعم أسمي الكفر، ده القرآن اللي سماه هذا، وقال ربنا جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فغير الإسلام يسمى دين. فالكفار هي في هذه، لأنهم جايين بيقولوا للنبي إيه؟ اعبد آلهنا سنة ونعبد لك سنة. النص الثاني في سورة التحريم وربنا. طب معلش ممكن ناخد بس تليفون لو فضل أستاذنك. اتفضل. من الأخت فاطمة من فيرجينيا. أيوة فندم. أهلا وسهلا، تفضلي. تفضلي حضرتك على الهواء. مساء الخير. أهلا وسهلا، تفضل. مساء النور. مساء الخير. اهلا وسهلا حضرتك، كلمي على طول، ما تسمعنيش من التلفزيون. انا فاطمه من فيرجينيا. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا على البرنامج النهارده، يعني الحقيقه كنا نحب دايما تستضيف حضرتك السكولر اللي يتكلموا عن الاسلام، وفعلا ان الاسلام ارفع من ان الثوب قصير او طويل او اليد على السره او غير السره، ولكن الاسلام ارفع من ذلك. وفعلا نحن أمة وسطية وأمة سادت البشر، وإن شاء الله ستسود وستسود. وأحب أوجه سؤال للأستاذ محمد الخشاب، هل ستستضيف شيخ الأزهر في برنامجك؟ والله نتمتع. والله أتمنى، يعني أتمنى لو الوقت يسمح، أتمنى طبعا، أتمنى أستضيف شيخ الأزهر، وأتمنى أستضيف قداسة البابا توادرس، أتمنى لو الوقت يسمح. طبعا إحنا من تعرف طبعا إحنا المصريين طبعا. وشكرا لضيفك العزيز دكتور أكرم، وأنا سعيد وأنا سعيدة جدا، مش عاوز أخذ من الوقت. تفضلي. كي أستمتع بالبداية. شكرا يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا أشوف في أمريكا والناس عايزة يعني يبقى في نوع من أنواع، يعني ما مش بخالفوا الدين، ولكن إحنا عايزين يبقى في بيننا وبين المجتمع اللي احنا عايشين فيه نوع من انواع التفاعل، نوع من انواع احنا ديننا جميل ومنفتح على الناس كلها، بس نعم. احنا في ناس كتيره بتحاول تحجم الكلام ده، زي ما حضرتك ذكرت في الاول على موضوع الكلب وموضوع الكفار واليهود نعم انا عايز اكد حضرتك سؤالت السؤال فيما يتعلق باليهود والكلب اللي هي التي تترك على يعني على ألسنة البعض. كويس. على اعتبار انهم احفاد القردة والخنازير، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة كونوا قردة خاسئين. هذا فخم، دعنا نؤكد ونؤصل لهذا الأمر. أولا الله جل وعلا لما تحدث عن أهل الكتاب لم يصفهم، لم يناديهم بأنهم كفار، ولكن جعل الله جل وعلا مصطلح خاص، هذا المصطلح أهل الكتاب. يا أهل الكتاب. صحيح هم لا يؤمنون بإلهنا ولا نؤمن بإلههم، هناك اختلاف قد يقل قد يكثر في بعض المساحات هناك، ولكن مع هذا يبقى هؤلاء أهل الكتاب، وهؤلاء أقرب إلى المسلمين من عالم الكفر. ولذلك الله جل وعلا في سورة الروم لما تحدث عن الفرس والروم، الروم يدينون أهل الكتاب والفرس يتعبدون للنار. قال الله جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب مفهوم بقى كونوا قردة خاسئين. أيوة.
من الذي قال بأن هؤلاء الموجودون الآن هم أحفاد القردة والخنازير؟ أولا هذا لم يقل به العلماء الكبار في القديم، لم يقولوا بهذا. وأول دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه أنه نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن الله تعالى لم يجعل لمسخ النسل، اللي بتمسخ ما يبقاش منه نسل. صحيح، أدي رقم واحد. صحيح. يبقى ما فيش. وهذا معناه إن القردة والخنازير كانوا موجودين قبل اليهود أو قبل هؤلاء الذين أو النصارى. صحيح، غير صحيح طبعا بالمرة. ولكن اثنين، هل من التعامل بالحسنى للإنسان الداعية أو للمسلم إن هو يصف الناد بهذه الصورة؟ لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، عن سب الريح، حتى عن سب الشيطان. وقال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنا أقول أنت كلام حضرتك ما كنت تتكلم بتقول. أيوة. خلينا نفرق بين من بغى وطغى وأفسد وتجبر وبين غيره من الناس. طب القرآن الكريم تحدث عن صنف آخر من أهل الكتاب حتى عن اليهود، وقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون. يبقى فيهم الظلمة وفيهم غير الظلمة، فيهم وفيهم بشر. ثم النقطة الأهم، من هل هؤلاء يتحملوا وزر الآباء والأجداد؟ القرآن بيقولوا غير كده، ألا تجر وازرة وزر أخرى. فأنا لا أحمل، لكن هذا أما أجب بقى طائفة منهم ظلمت وأفسدت وعربدت وفعلت الأفاعيل، أنا أصف هؤلاء بهذا الجرم الذي فعلوه، أما غيرهم لا. لأن إحنا حتى نفسنا إحنا في الإعلام، لسه حضرتك بتتكلم، أحيانا الإعلام بيصف أما حد منا كمسلمين بيفعل حاجة غلط بيقول المسلمين، هذا جرم في حق المسلمين. صحيح. إحنا خلينا نقول اللي أجرم قديما أو حديثا نقول هذا هو المجرم وهذا هو المفسد، أما غير ذلك فلا يجوز. كويس. طب هل حضرتك في أمريكا هنا بيطبق الوسطية اللي هي يعني أعتقد أن هي الوسطية هي ديننا، هل بيطبق الوسطية هنا بتطبق على أو المسلمين بيطبقوا الوسطية المسلمين العرب بالذات؟ هو خليني أقول أن أولا يعني حديث واحد بأمريكا لا أستطيع أن أصف أقول أن أنفيها أو أن أنا أقول إن هي حاضرة أو موجودة، بعد السنوات اللي أنت تعاملت فيها مع الناس أقول إن هناك البعض يزعم أنه ينتمي للوسطية لكنه لا يقوم بالوسطية. كويس. وهناك البعض يرى أن الوسطية هذه نوع من أنواع التميع في الدين. طبعا لأنه بيقول لك هذا تساهل، ونسى هذا أني معلم أساسي من معالم الدين هو اليسر وهو من معالم الوسطية. كويس. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي أنها قالت وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما. أيوة. عنده أمرين، فيه واحد فيه يعني هي صعب شوية والتاني لا، النبي يذهب إلى هذا ما فيه اليسر. ولذلك قال الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى طبيعة الدين. فالبعض يقول إن الوسطية ربما هي التميع، نقول لا، وإنما الوسطية هي التيسير على خلق الله بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو سؤالين عشان الوقت بس، احنا خلط الدين بالسياسة، أعتقد إن يعني لما بندخل السياسة في الدين بتلوث الدين وبتلوث نقاء الدين، فتتفق معايا في هذا الموضوع يعني؟ طب إيه المانع إن إحنا لما الدين يدخل هو يطهر هذه السياسة ما فيها من لوث؟ خلينا نتفق، هل السياسة دي صفحة بيضاء نقية ولا فيها ما فيها من اللوث؟ فيها ما فيه. طيب الأصل أن الدين سياسة والسياسة دين، وعلى فكرة بالمناسبة ما تقدرش تخلط بينهم. أيوة. لكن دعنا نضع الأمور في نصابها وتبقى الأمور أمور محددة. كويس. الدين سياسة والسياسة دين، والذي يحاول أن يفصل الدين عن السياسة أو السياسة عن الدين هو مخطئ، لأنه هو في الآخر هو بيرجع مرة تانية ويدخل الدين في السياسة وقت ما يشاء. لا، إحنا عايزين الدين وإذا دخل في السياسة لا يكون تبعا لأهواء عالم ولا جماعة ولا فئة ولا حزب ولا حاكم. صحيح. أكل يكون هو الدين دين، لكن بعد ذلك يعني تعالى النهاردة حضرتك عندما يعني تتعدد الآراء وتتعدد الأحزاب، إيه المانع أن يكون أنت عندك حزب تنتمي إليه وأنا عندي يكون حزب أنتمي إليه، وأنت تبغي مصلحة البلد وأنا أبغي مصلحة البلد. كويس. إيه المانع؟ ده المطلوب. ما فيش مانع. لكن طبعا. لكن أن نكيف أن نجعل الدين يعني مركبا لكل واحد عايز ياخده شمال ياخده شمال وياخده مين ياخده مين، لا، الدين أنقى من هذا وأبعد عن هذا كله. طيب كويس. طيب إحنا هنا في أمريكا بنشعر بهذا الموضوع كثيرا، أن المسلمين ليس لهم قيادة، ليس لهم
مش عايز اقول يعني شيخ، لا، مفيش قائد، مفيش شخص، كل واحد يمكن زي ما حضرتك قلت لي على التليفون ان كل شخص هنا له دولته وهو رئيس دولته، رئيس جمهورية نفسه، رئيس جمهورية نفسه. صحيح. طيب احنا ما عندناش قائد، ما عندناش شخص امام او يقول يمين يمين شمال شمال، حتى لو هو خطأ انا بمشي ورا مع الامام، مش شايفين ده. اولا لان احنا عندنا، خليني اقول بصراحة، يراد للعربي والمسلمين في الداخل وفي الخارج ان يبقوا شتاتا بهذه الصورة، هذا امر يراد لهم. واصبحنا احنا الان دلوقتي المفعول به وليس الفاعل، واصبحنا كما يقول علماء اللغه اصبحنا خبرا لا مبتدا ومفعولا به لا فاعلا، واصبحنا نكره لا معرفه. صحيح. ده الواقع الان دلوقتي يراد لنا ان نكون. نعم يراد لنا ان نكون. اثنين، احنا غيبنا المرجعيه اللي هي نرجع لها في الكبير وفي الصغير وفي الحلال وفي الحرام، واصبح كل واحد منا هو مرجعيه نفسه. عندما يكون الامر بهذه الصوره اذا خلاص سيصعب أن تجمع الناس. أنت عارف حضرتك لما تيجي، متى ترجع الناس إلى شرع الله جل وعلا؟ عندما تظن أن الحق معها. صحيح. اللي ما بيصليش واللي ما بيركعهاش وما يعرفش حاجة، أنا أتكلم يعني كدين بصراحة، ساعة ما يكون مزنوق وحسن الحق معه يقول لك أنا بقى عايز شرع ربنا. طب ما شرع ربنا هو اللي بيقول لك صلي، شرع ربنا بيقول لك الربا لا، شرع ربنا بيقول لك كذا وكذا، مش ده شرع ربنا؟ شرع ربنا اللي بيقول لك العدل بين الحاكم والمحكوم، شرع ربنا اللي بيقول لك انك انصاف المرأة، شرع ربنا اللي بيقول عدم ظلم المرأة، مش ده شرع ربنا؟ صحيح. اشمعنى في هذه القضية فقط انت عايز شرع ربنا؟ احنا اذا ناخذ من الشرع والدين ما نريد وما نتشهى به، وبالتالي هتلاقينا كل واحد منا هو اصبح امام نفسه يفعل ما شاء وقت طيب ما شاء. طيب دكتور، انا لان الوقت بيدهمني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، بستاذنك ان احنا الناس في كميه تليفونات بيقولوا لي على الكنترول غير طبيعيه، وفي اسئله كثيره وفي مواضيع كثيره لابد ان احنا نتفرع عليها. نعم. ولكن احنا النهارده نعتبر ان احنا بس عرفنا المشاهدين بالدكتور اكرم كساب. الله يبارك فيه. ولو ما عندكش مانع يكون لنا حلقات دائمه اسبوعيا، بحيث ان احنا نتطرق لموضوع موضوع. لا بس في هذا طبعا احنا ما كناش متوقعين الجمال الفهم الجميل الواضح والصريح والمريح. فكلمه في دقيقه نصيحه للجاليه الاسلاميه المسلمه في امريكا. اقول للعرب وللمسلمين عموما في داخل امريكا، اولا اتقوا الله جل وعلا في انفسكم، انتم سفراء لهذا الدين، سفراء لدولكم ولبلدانكم، فكونوا افضل نموذج واشرف نموذج لهذا الدين. وحضرتك بتوجه ده للعرب وللمسلمين، والعرب فيهم المسلم والمسيحي. صحيح. واليهودي، بس احنا بنتكلم على مسلم ومسيحي اللي هم مرتبطين بنا مرتبطين ببعض. محمد انا لي كتاب، والمسلمين انا لي كتاب بعنوان علاقة الاسلام بالنصرانية في القرآن والسنة وعبر التاريخ، وذكرت في مقدمته انه ينبغي ان نعيش كمجتمع ككائن له رئتان لا يعيش برئة واحدة، له جناحان لا يعيش بجناح واحد، لكن بشرط أن يعرف كل واحد ما له وما عليه، وأن لا يتجاوز الكبير على الصغير ولا الصغير يتطاول على الكبير، بل نعيش في مجتمع واحد يملأه الحب. رسالتي الأخيرة لهنا لمن يعيش في داخل أمريكا، أقول افهموا الإسلام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون الانتماء إلى فئة أو مجموعة، دون الانتماء إلى فرد بعينه وذاته، ولكن خذوا من النبع الصافي من محمد صلوات الله وسلامه عليه، وارجعوا إلى كتاب الله جل وعلا ففيه الخير، كل الخير. وافهموا هذا عن طريق العلماء الربانيين الذين لا يخضعوا لا لضغط حاكم ولا لضغط شعب أو فئة، وإنما ينبغي أن يكون الخوف من الله جل وعلا هو الحارس. عيشوا في المجتمع بجملة واحدة قالها العلماء، عيشوا في المجتمع اندماج بلا ذوبان، اندماج بلا ذوبان، ومحافظة بلا انغلاق، يندمجوا في المجتمع لكن لا يذوبوا، ويحافظوا على دينهم دون أن ينغلقوا. كلام رائع وجميل، بارك الله فيك وجزاك كل خير. وده يعني حوار انا ما كنتش متوقع. بارك الله فيك. قد ايه يعني، مش انا عايز اسمع اكتر. الله يبارك فيك. فان شاء الله هيكون لنا لقاءات ولقاءات عديده. بشكرك وربنا يبارك فيك دكتور اكرم كساب. وزي ما حضرتكم شفتم يعني يعني احنا لو عندي وقت في الفقره دي احنا ممكن البرنامج كله نكمل مع الدكتور اكرم، ولكن للاسف احنا مرتبطين بمواعيد فقرات اخرى، فان شاء الله هيكون لنا لقاءات اخرى عن المفهوم الدين، مفهوم الدين الاسلامي، وخاصه في بلاد زي بلاد المهجر والغرب وفي امريكا بالتحديد. بشكركم، وفقرتنا التاليه هتكون مع
سعادة السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر في الأمم المتحدة، وحوار عن الدور المصري في الأمم المتحدة منذ إنشائها إلى الآن، وحوار شامل مع سعادة السفير محمد إدريس. ابقوا معنا.